السلام عليكم ومرحبا بكم. اليوم غادي نديرو فيديو من نوع اخر. اليوم بغيت نشارككم معايا مشترياتي لبنتي غادي تدخل سنه اولى ابتدائي ان شاء الله. هذا عامها الاول في الدراسه. شريت لها هاد المستلزمات برك، ملابس خفيفه للدخله تاع القرايه. شريت هاد المساسيك، راكم عارفين البنات يبغوا هاد المساسيك الملونه فيها كاع الالوان. هادي شريتها ب 10000، فيها هاد الالوان اللي راكم تشوفوا فيهم. هي بغاتهم، بغات ثاني هاد المشطه، بغات تمشط وحدها، تعلمت تمشط وحدها. فيها هاد السنات هادو ما يضروش في الـ في الـ في الجدره تاع الراس، سورتو اللي راسهم زعما شويه حساسيه عندهم. وتاني هاد الصباط شريتها ب 200000، 200000. شوفو متين جاي قاصح، متين هاد الاديداس خرجوا السنة شابين تاع البنات، يجو فيهم هاد لي بابيون، هاد الوريدات هكا بابيون. فيهم بزاف الوان، فيهم الغوز، الاحمر، الكري. انا اختاريت لها هاد الكري وتقاشر تاني حشاكم تاني على حسابهم في اللون الكري. وتاني هاد قلت لكم الصباط الاديداس والطابليه والكرطاب. شوفوا هاد الكرطاب هذا جاي براتيك، هذا نوع خرج غير السنه، خرج جديد. شوفوا كيفاش جاي ينتحل هكا، فيه السنسله، جاي براتيك بالبزاف، سورتو فمين تبغي تغسليه، تما تفرشي هكا تغسليه وتفرشيه وتحكيه في الارض، يساعد على ما خير من هادوك الكراطيب تاع بكري. فيه السنسله من الطرف للطرف، شوفوا كيفاش يتبلع السنسله تاعه، طلعيها حتى الفوق وفي الجنب من ومن حتى الفوق، طلعيها وتقفليها بواحد القفلات باش السنسله ما ترجعش. هادو هما القفلات هكا، تكروشيها هنايا باش السنسله ما ترجعلكش، ولا الطفل ولا الطفله تاعك ما يرجعش السنسله. فيهم الوان بزاف، انا بنتي تبغي الغوز، كلشي اختاراته في الغوز. راكم عارفين البنات يبغوا اللون الوردي بزاف. وهنايا جاي مبطن، فيه ما يدورش في الظهر، فيه الجيوبه، فيه هذوك الجيوبه، فيه يرفد بزاف صوالح كبير ومتين تاني سوليد بالبزاف مليح. انا عجبني مين جاي سوليد. هذا شريته ب زعما البري تاعه هو 250000. كاين بزاف الاسعار تختلف في هاد الكرطاب هذا، كل واحد كيفاش يبيعه، كاين 300، كاين 250، على حساب البلاصه اللي كيفيها. عجبني من متين وجاي براتيك، طبقيه شوفوا كيفاش يولي كي تبغي تدسيه وتحليه وتبلعيه، يولي كرطاب يرفد بزاف صوالح. ثاني طابليه، هاد الطابليه ثاني فيها فيها شغل ليمونش، تقلعيهم وتبلاصيهم، تبغي ديريهم لها بليمونش ولا بلا ليمونش. هاد ليمونش يتركبوا بالقفالي في الصيف، تقلعي لها ليمون، شوفي المشتى ديريهم لها، ولا تاني في الصيف باش هكا تنميد، ولا باش ما يوسخش حوايجه التحتانيين كشغل، سورتو من يكتبوا بالطبشور ويوسخوا رواحهم حاجه باينه. هنا تاني يقفلوا هاد الطابليه، تاني جايه براتيك، عمليه مليحه، تنقلا وتتلصق بالقفالي. وتاني شريت لها هاد التريكو والسروال، شريت لها صوالح خفاف ماشي بزاف. انا ما من طبيعتي ما نبغيش نشري صوالح بزاف للدراري، غادي برخف يكبروا عليهم وما غاديش يستغلوهم بزاف، سورتو الدراري اللي طوالو برخف. هاد التريكو تاني مليح، جاي ما تاع الشتا ما تاع الصيف، تاع هاد الوقت مع شتو الدخله راها جايه ما بين الشتا وما بين الصيف والخريف. ثم هذا اللي يساعد في اللباس، فيه لاستيك كما راكم تشوفوا، حاجه شابه وظريفه. هذا شريته ب 85000، سطا بسومه مليحه، مع رانا نشوفوا الغلاء راه داير حاله هاد الايامات في الاسواق، حاجه اللي تروحي لها تصبيها غاليه. انا دائما نحوس في الاسعار المتوسطه، ما نشريش الغالي بزاف وما نشريش تاني الحاجه رخيصه باش ما تضيعيهاش برخف في النص، نحاول نتبع الاسعار المتوسطه. هادو هما المشتريات اللي درتهم شريتهم لها اليوم لبنتي، وان شاء الله في الايام القادمه كيما نكون لهم لا ليست تاع الادوات راني نشارككم معاكم نسيت يعني ندير صوالح اقتصاديين وما تضيعوش بزاف مصاريف. حاولوا تشرو قد المستطاع، سورتو الدراري شتو تشرطوا بزاف يبغوا صوالح غير ملاح، شرو لهم حاجه مليحه ورخيصه، حاجه شابه وشويه تكون رخيصه. هذه هي، ان شاء الله تلاقاو في فيديو اخر ان شاء الله.